سلام ميزامي الزلف اللواني، مرحبا بكم في اوسيو ماسيفا. اليوم رانا رايحين نخدمو انصامل وصفة تاع الغريبية بالقرفة، الغريبية ديالنا تاع زمان تاع زمان زمان زمان، اللي هي بثلاث مكونات فقط، تجيكم شقة وتجي مبسة وتزيد تدوب في الفم وسهلة بزاف بزاف. واش عندنا هنايا؟ عندنا هنا كل وحده تكيل بلو بول اللي عندها بالكاس بلي جات. انايا هنا كيت بلو بول تاع شربه صغير شويه، درت هنايا 3 كيلات 3 بول ولا 3 كيلات تاع لافارين كما راكم تشوفوا هنايا، وسهله ولا غير تم ديروها شي حاجه كامل تشد لكم يعني الوقت. وحده ما كاش باش تسقهوها وكذا تحرحرها تم ما كاش يعني هاد لي زانغريديون، ما كاش اي بيت ما تلقاوش عندهم سمحوني ما تلقاوش عندهم هاد لي زانغريديون. قلنا نسحقوا 3 لي ميزور 3 ميزور دو فارين ولا 3 كيلات فارينا ولا 3 بول 3 كي 3 كيسان، ليسونسييل كو 3 ميزور 3 كيلات فارينا، نص كيلو سكر سكر غلاس جوزو في لاباسوار بيان سور، نص كيلو نسحقو هنايا دو باكي دو لوفيغ شيميك، دو باكي ماشي واحد دو باكي، توجور في لاباسوار نجوزوهم. وانايا هنايا هنا سي فاكولتاتيف، يعني الغربيه تاعنا تاع زمان ما فيهاش لي زيكستري لي زاروم هادو كامل. انا زدت لها شويه لافاني، نحب نزيد لها شويه لافاني اون بودر. فوالا نخلطوا هاد النواشف كامل، بي ابري نزيدوا لها اون ميزور تاع الزيت. الغربيه الاصليه تاع بكري ماشي دوك، كاين انواع وانواع تاع الغربيات، مي الغريبية الأصلية هذه هي بتجيب الزيت. نسحقو فيها كيلة معمرة، كيلة معمرة تاع الزيت، وشنو ما نفرغوهاش على فوا، نفرغوها يعني على زوج ولا ثلاث مرات، هذا هو السر ديالها باش تنجحي فيها، ولا باش تنجح فيها يعني واحد باش يسييها وينجح فيها. فوالا يعني كاين دي زوم اوسي اللي راهم كي انتريسي في لا كويزين اي تو، ماشي غير نسا. فوالا فرغت منها شويه، هنايا انا نبسو فيها، انا ندخلو في لو غرا، لو غرا هذاك ندخلو في لافارين. وكيما انا هنا قسمتها اون 3، فوالا نبسو فيها مليح. هاي ليك هكذا باش تعرفوا بليك يعني سي بون. جبدوا شويه ديروها في يدكم سيو تلموها يعني خلاص سي بون، هذا هو الاخر ديالها. عطيت لكم لي ميزور اكزاكت، يعني هذوك هما سوا سوا تجيكم هكذا كيما راني نخدم ديالي. بو هنايا قسمتها لكم على وريت لكم ان موديل، هذه تاع بكري كنا نخدموها، ديرا شغل كوم اون بيراميد لا فورم تاع بيراميد.
عليك شغل تجي عالية، هادي تاع بكري بكري. عليك بو مع لا لوفور اي تو تزيد تحبط شوية بيان سور، ومع كي تزيد تشقق هنايا هنايا هذيك الاولى تاع بكري اللي قلت لكم عليها. انا درت بون ما خليت نسيت ما خليت لكمش حبه ولا زوج باش نشوفو، باش تشوفو بليتو نتوما تشوفو الفرق بين هذيك وهذه. البون اللي على بالهم يعرفوا هاد لا غوسيتي تو يخدموها راهي باينه، اللي ما يعرفوا شيتو هنايا حنديرها في لي كاسات. لي كاسات هذوك تاع لي مادلين الكبار اللي تعرفوهم نديرو فيهم العرايش ولا نطيبو فيهم لي مادلين البيوضه السام، وشنو تخيرو الصغار كامل هذوك الصغار ما نعرفش انا النيميرو ديالهم، بالك نيميرو 1 بيسكو هما صغار كامل. وهنايا وزنتهم ب 30 غرام باش يجوني كامل كيف كيف، يعني 30 غرام ديرهم في لي كيسات الصغار الصغار كامل. فوالا عمليك ديرو اون بول نورمال شو تجيكم نفهم شو كي حبة تاع بيض، وتحطوها داخل ليك ديروهم داخل لي كيسات ديالكم، باسكو كيما قلت لكم كي نديروهم او فور لا فورم ديالهم تتبدل شويه ما تبقاش هي هي. هذه كيما راكم تشوفوها شو راكم تاع اون بول، ولي حبتهم يزيدوا يعرادوا يجوهم بالعرض مليح مليح يديروا لي كاسات لي فوق هاد الصغار فوالا باش يزيدوا يتنحلوا كتر. انا درتهم في هاد الصغار اي بيان سور راكم على بالكم السر تاع البليتو تاع الغريبيه ديالنا هي القرفه. فوالا انا بعد ما درت لها كامل القرفه هايليك والله ما يشدوا كامل الوقت، بديتهم البارح في الليل على 8 ونص 8 ونص تاع الليل 8 ونص تاع نوت استغفر الله يا ربي، فديتهم على 9 تاع الليل. العشرة غير كملت كلش طابو وخرجتهم من الفوق وجدتهم في ليزاسيات وكلش كملتهم. ها ملي كيما راكم تشوفوا هنايا فيهم تشعلو لهم بيان سور من التحت واحد 20-25 مينوت يطيبوا، يزيدوا من الفوق نتعسوهم برك باش ما يتحرقوا لكمش. هذه هي لا غوسيت ساهله ماهله ما فيها حتى حاجه اللي يتشد لكم الوقت ولا يسقامو لكم لي زانغغيديون ديالكم يسقامو ولا حاجه سهله. فوالا وبزاف بزاف بنينه والله غير كيما تاع بكري تاع بكري تاع بكري ما تجيش طريه طريه تجيكم مقرمشه. الزيت هذيك اللي زدتو شوفوا كيفاش جات مشقه بزاف شابه اي بريزونطابل. فوالا هذه هي الوصفه ديالنا تاع الغريبيه تاع بالقرفه تاع الزمان اللي قلت لكم عليها. واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتكليكيو على الكلوش هذيك توت باش يلحقكم كامل من فيديو. فوالا ديسي لا تهلاو في رواحتكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله يداكونا ملحيين.